السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي رحلة معاق. سألتني واحد المتابعة أين تعلمت اللغة الإنجليزية، لكن قبل ما نجاوبكم على هذا السؤال ماذا بيا ديروا سبسكرايب إذا راكم جدد على القناة، ديروا انجام وما تنساوش تفعيل الجرس. لي عندي غير 18% تاع المتابعين لي راهم دايرين الجرس كما راكم تشوفوا في الصورة هذه. بون انا ما نش نجاوبكم على اين تعلمت اللغة الانجليزية، لكن كيفاش تقدروا تتعلموا اللغة الانجليزية. وننصحكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر، لاني عندي نصيحة هامة اللي تقدر تنفعكم في الاخر، ونعطيها لكم مع الاخر. كما على بالنا كاع لتعلم لغة كاين أربعة أشياء لازم معرفتها، وهي السمع، الكلام، القراءة، والكتابة. حنا نبدأ بالطريقة الأولى اللي سميتها أنا طريقة الرادع. وش معناتها طريقة الرادع؟ سميتها أنا طريقة الرادع. أنا حين نديرو كيما الرادع، كيما على بالنا كاع الرادع نهار يتولد يعرف يتكلم غير بطريقة البكاء، باش يقول بلي راه جيعان ولا حايب يرقد ولا حايب يبدل. وعندو هذيك من 0 إلى 6 أشهر يتعلم فيها الكلمات من والديه ولا من خوته ولا من عمومه ولا من خواله. حنايا نبداو بهذه الطريقة الأولى واللي هي السمع ولا لو ليسنين باللغة الإنجليزية. كيفاش نقدروا نخدموا لو ليسنين ديالنا؟ هي طريقة سهلة. عندكم إلى عندكم قنوات عربية مثل ام بي سي، ديروا قناة ام بي سي أفلام للأفلام، وتخليو الفيلم ديالكم يمشي. ماشي شرط تشوفوا الصورة، ليسونسيال الأذن ديالكم تسمع طريقة الكلام وتسمعوا الكلمات اللي راهم يهضروا بهم الممثلين. عندك طريقة تانية اللي هي تدخل لليوتيوب، دير الأفلام القديمة، مثلا افلام مارلين مونرو ولا افلام إلفيس بريسلي، تلقاهم كاع في اليوتيوب مجانا وبدون ترجمه. وعلاش بدون ترجمه؟ حنا رانا حابين نخدموا لو ليسنين ديالنا، حنا ما نحوسوش على فهم الكلمات لكن سماع الكلمات وطريقه النطق. عندك طريقة ثالثة وهي English e-books. English e-books هي عندك كتب باللغة الإنجليزية على اليوتيوب، وعندك قارئ أو قارئة يقراهم وتشوف التكست تاع الكتاب اللي راه يقراه القارئ، وتقدر تخدم ثلاث أشياء بهذه الطريقة. تخدم لو ليسنين، لو ريدين، و لو سبيكين. معنتها تخدم السمع ديالك، تخدم القراءة تاعك، وتخدم الكلام تاعك. معنتها القارئ راه يقرا في الكتاب، راك تسمع له، راك تقرا بعينيك النص تاع الكتاب، وتعاود موراه باش تتعلم لا برونونسياسيون. كيما على بالكم الرادع كي يبدا يتكلم جينيرالمون يقعد يعاود، حنا نقولوا له قول هادي قول هادي قول هادي، هو يقعد يعاود، نقول له قول بالون قول باب قول تاقة باغ اكزومبل. سي بور سا سميتها طريقة الرادع. كي تلحق 6 أشهر من هذه الطريقة لازم تستعملوها كل يوم، تشوفوا أفلام ولا فيديوهات ولا دي فلوغ تاع
دي فلوغر امريكان ولا بريتيش باش تخدموا الانجليزيه ديالكم. كي تلحقوا 6 اشهر في هذوك 6 اشهر الاولى ننصحكم كل يوم تحفظوا 3 فيرب ايريغولي. لي فيرب ايريغولي هادوما لازم تعرفوهم. الحاجه النصيحه الثالثه، كي تلحقوا 6 اشهر جيبوا دي ستيكرز. الستيكرز هادوك الاوراق اللي تلصقوا، واش ديروا بهم؟ تحفظوا كل شيء نستعملوه في الايام ديالنا، مثلا باب، نافذه، ملعقه، درج، خزانه، وكل شيء تلصقوا عليه ستيكرز بالاسم ديالو باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وكل ما تجوزوا عليه تقراوه. حطوا باب، غرفه، نافذه، ملعقه، فرشات، الى اخره. الطريقه الثانيه اللي هي لوغيدين. لوغيدين دزنا عليها من قبل، تشوفوا فيديوهات تاع الاي بوكس بالانجليزيه. عندك طريقه ثانيه اللي هي تدخل المواقع الجرائد الامريكيه ولا الجرائد البريطانيه اللي هي ذا سان، الجريده البريطانيه الامريكيه. انا كنت نستعمل ذا نيويورك تايمز، كنت دائما ندخل في هاد المواقع ونقرا ارتيكل ولا زوج، سا ديبون لو سوجي اللي راكو حايبين. تحبوا السياسه قراو ارتيكل على السياسه، تحبوا الرياضه قراو ارتيكل على الرياضه، الى اخره. ليسونسيال الفوكابولار ديالكم يتعمر. من بعد نصيحه ثالثه اللي عندي هي كل يوم مور ما تكونوا حفظتوا لي فيرب ايريغولي، اشريو ديكسيونير باللغة فرنسي انجليزي ولا انجليزي عربي ولا انجليزي انجليزي كما تحبوا. كل يوم سيحفظوا 3 كلمات بالترجمة بالمفاهمة تاعها، هكذا يكون عندكم ان فوكابولار كبير. كي تشوفوا روحكم باللي وليتوا تقراو وتفهموا، عندكم الطريقة الرابعة اللي هي لو رايتين. لو رايتين ننصحكم تقراو بار اكزومبل ان ارتيكل ولا كتاب صغير ولا قصة صغيرة باللغة الانجليزية، وتكتبوا التلخيص ديالها باللغة الانجليزية. فوالا، رانا تعلمنا 4 اشياء اللي هي لو ليسنين، لو ريدين، لو سبيكين، و لو رايتين. حاجه الاخيره اللي راني حنا ننصحها بكم لو سبيكين، هي الى تقدروا تدخلوا في المواقع اللي مواقع تاع وين تقدروا تهضروا بالانجليزيه ادخلوا، والا دخلوا لي باج تاع فيسبوك لي يقدروا يعاونوكم يلقاو لكم عباد تقصروا معاهم باللغه الانجليزيه. جيسبر كو هاد الفيديو عجبتكم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ديالي، ان جام الى عجبتكم، ان جام با الى ما عجبتكمش ديروا الجرس. كما قلت لكم رانا غير 18% تاع متابعين ديالي اللي داروا الجرس. انا مادا بيا تكونوا كاع دايرين الجرس باش كل ما نحط فيديو جديده تلحق لكم، وديروا لي ان كومونتير الحاجه اللي راكو حايبين. نتمنى لكم يوم جيد. ما تنساش افونسي القدام وخليها تروني. سلام.